مرحبا يا أصدقاء، مرحبا بكم في فيديو جديد مع لاتيسيا توموس، نموذج زائد الحجم معارضة أزياء إيجابية للجسم، وممثلة في الولايات المتحدة وأستراليا والمملكة المتحدة، ونجمة إنستغرام. اشتهرت بتحميل صورها على إنستغرام ولديها معجب كبير يتابعها هناك. إنها على اتصال بدائرة اجتماعية واسعة وقاعدة معجبين عبر الإنترنت. اكتسبت أكثر من 1,700,000 متابع على حسابها إنستغرام، ولعبت دور البطولة في أغلفة المجلات، ووضعت نفسها لفترة طويلة كعارضة لياقة بدنية، حتى إنها كانت لديها نوايا للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الأسترالية. ولكن في مرحلة ما حدثت تغييرات جذرية في ذهنها، وتخلت عن صالة الألعاب الرياضية والوجبات الغذائية، وفي وقت قصير اكتسبت أكثر من 30 كيلو غراما وأصبحت نموذجا للأحجام الكبيرة. Thank you for watching أصدقائي، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة